تأكد من مطابقة الأعمال المقدمة لشروط وأحكام الجائزة من خلال عدة نقاط: أن لا تعود الأعمال المقدمة إلى الفترة ما قبل يناير 2012، أن لا يكون العمل المقدم أو دراسة الحالة بحدود 1000 كلمة وفق خط Simplified Arabic قياس 14، أن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية فقط ما عدا الفئة المخصصة للطلبة. يقدم الملف بصيغتي PDF و Word Document.